تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبوطات وصلت إلى 176 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 63 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن اما في مجال البيع بازيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن اسمنت كما تم ضبط سبعمائه وعشر قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 210 وعشر قضايا خبز ناقص الوزن ومائه وثلاث وتسعون قضيه خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومه توريد ارز الشعير تم ضبط ست عشره قضيه بمضبوطات بلغت اكثر من مائه وخمسه اطنان